بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا قاضي الحوائج بإذن الله، السلام عليك أيها البطل الصنديد الذي أعطى أفضل وأنمى وأروع معاني الأخوة. اليوم نعيش ولادة أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، لذا نرفع التهاني والتبريكات إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى مقام السيدة فاطمة الزهراء وأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، وإلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإلى مولانا الإمام الحسن والإمام الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كما نرفع التهاني إلى الأمة الإسلامية وإلى مراجع الدين العظام وإلى حضراتكم سادتي المشاهدين بهذه الذكرى العطرة، ذكرى قمر العشيرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. ولو تتبعنا سيرة قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام لوجدنا فيها الكثير الكثير من المناقب. هذا الإمام الهمام الذي لقب بقمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه، في سيرة حياته الكثير من المناقب والكثير من الأضواء التي هدت البشرية. كان أول مولود زكي للسيدة أم البنين هو السيد المعظم أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وقد ازدهرت المدينة المنورة وأشرقت الدنيا بولادته، وسرت موجات من الفرح والسرور بين أفراد الأسرة العلوية، فقد ولد قمرهم المشرق الذي أضاء سماء الدنيا بفضائله ومآثره، وأضاف إلى الهاشميين مجدا خالدا وذكرا نديا عاطرا. وحينما بشر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا المولود المبارك سارع إلى الدار فتناوله وأوسع فيه تقبيلا وأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية، فأذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى. لقد كان أول صوت قد اخترق سمعه المبارك صوت أبيه رائد الإيمان والتقوى في الأرض، وأنشودة ذلك الصوت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وارتسمت هذه الكلمات العظيمة التي هي رسالة الأنبياء وأنشودة المتقين في أعماق أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وانطبعت في دخائل ذاته حتى صارت من أبرز عناصره، فتبنى الدعوة إليها في مستقبل حياته وتقطعت أوصاله في سبيلها. وفي اليوم السادس من شهر شعبان المعظم وفي يومه السابع قام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بحلق شعره والتصدق بزينته ذهبا وفضة على المساكين، وعق عنه بكبش كما فعل ذلك مع الحسن والحسين عليهما السلام. أفاد بعض المحققين أن أبا الفضل العباس عليه السلام سادتي المشاهدين ولد في العام 26 بعد الهجرة النبوية الشريفة في اليوم الرابع من شهر شعبان المعظم. سمى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وليده المبارك بالعباس، وقد استشف من وراء الغيب أنه سيكون بطلا من أبطال الإسلام، وسيكون عبوسا في وجه المنكر والباطل، ومنطلق البسمات في وجه الخير. وكان كما تنبأ فقد كان عبوسا في ميادين الحروب التي أثارتها القوى المعادية ضد أهل البيت عليهم السلام، فقد دمر كتائبها وجندل أبطالها، وخيم الموت على جميع قطاعات الجيش في يوم كربلاء. ويقول الشاعر فيه: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. كني أبو الفضل العباس لأنه له ولد اسمه الفضل، ويقول في ذلك بعض من رثاه: يا أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. وطابقت هذه الكنية حقيقة ذاته العظيمة
فلو لم يكن له ولد يسمى بهذا الاسم فهو حقا أبو الفضل ومصدره الفياض، فقد أفاض في حياته وعطائه على القاصدين لنبله وجوده. وبعد شهادته صلوات الله وسلامه عليه كان موئلا وملجأ لكل ملهوف، فما استجار به أحد بنية صادقة إلا كشف الله ما ألم به من المحن والبلوى. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الفضل العباس، يا من أكرمك الله سبحانه وتعالى بأن تكون قاضي للحوائج بإذن الله جل وعلا. هنيئا لكل من قصد أبا الفضل العباس، هنيئا لكل من أحيا ذكرى ولادته العظيمة، هنيئا لكل من ارتمى على أعتاب مرقده الطاهر. نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق أبي الفضل العباس وبحق أم البنين صلوات الله وسلامه عليها بأن تقضى حوائج المحتاجين، وأن يشافي ويعافي رب العزة مرضى المؤمنين في كل أصقاع الدنيا، وتقضى حوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. أحبتنا المشاهدين، يجدد اللقاء معاكم وحلقة جديدة ومميزة وخاصة بمناسبة ذكرى ولادة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. نهيئ أمامكم أرقام الهواتف لاستقبال مشاركاتكم وتهانيكم وطلباتكم. اليوم أبي الفضل العباس يفتح جناحيه يفتحها أمام كل المحبين والموالين لاستقبال حوائجكم ليرفعها إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الكرامة التي أعطاها ومنحها الله سبحانه وتعالى لأبي الفضل العباس كونه رائد الإيمان والتقوى والوفاء والإيثار وكل الصفات الإسلامية التي تجتمع في شخصه هو صلوات الله وسلامه عليه. إذن أحبتنا المشاهدين، هذه أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانكم الاتصال معنا. وكل من يتصل أو يشارك بمشاركة راح يدخل اسمه بالقرعة الخاصة بالجائزة الأسبوعية إن شاء الله. ومثل ما عملنا يوم أمس كان من المؤمل أنه نسحب اسم واحد ليدخل بالقرعة الأسبوعية، لكن إكراما لهذه الولادات للأقمار المحمدية نسحب من كل قرعة 3 أسماء يدخلون بالقرعة الأسبوعية. الويندو الآخر من الشاشة نشوف مرقد أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وحشود الزائرين، حقيقة تجتمع في رحابه صلوات الله وسلامه عليه. معنا أول اتصال من شيماء من بغداد. السلام عليكم يا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا شيماء. مبارك لكم الولادة في الأقمار الشعبانية. بارك الله بكم، مبارك لكم ولادة مولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أحسنتم. صلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن جاي أشاهد مقعد الفاضل العباس من خلال شفتكم الكريمة المباركة. الله يبارك. والحمد لله. وشفت الآن حضرت اليوم أول اتصال، الآن صار لفترة كلش طويلة ما متصل. اتصلت إلنا الشرف. نعم، العام اتصلت وربحت بالجائزة الأسبوعية. ما شاء الله. تعالي خذي الجائزة، بس ما أدري أخذت الجائزة. يعني نعم. يا أخذ شيء ما حقيقة. نعم. أكو سياقات متبعة، نعطي مجال للفائز لمدة شهر كامل حقيقة. نعم. إذا ما حضر باعتبار أنه الجوائز كثيرة والأسماء أيضا يعني يتم يعني إسقاطها كل شهر بنهاية كل شهر. عموما مقر القناة يا أخذ شيماء، مقر القناة مفتوح، وإن شاء الله هديتكم حتى وإن كانت ما موجودة فيعوضوكم الإخوة بهدية أخرى تبرك من ضريح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الله يبارك بكم. تحياتي لحضرتك وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا أخت شيماء من بغداد، ودخلتي ويانا للقرعة يا أخت شيماء. ويانا اتصال آخر من صلاح الدين. فكر من صلاح الدين.
السلام عليكم استاذ. حياك الله يا اخ فكر، مية هلا بيك. احنا بخير يا سيدي، الله يسلم خيرك. الله يعزك حبيبي. الله يبارك بيكم، حياكم الله اخونا العزيز فكر من صلاح الدين. الله يعزك، حياك الله. الله يبارك بيكم. نعم يا فكر، مباركين ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام. الله يسلمك، الله يحفظكم، مبارك عليكم إن شاء الله. الله يبارك بكم. السلام عليك حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم شاف كل مريض، محمد وعلى محمد. آمين يا الله. اليوم فسحة، اليوم فرصة لكل صاحب حاجة. أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه أصبح قاضي الحاجات بإذن الله سبحانه وتعالى، يقصده القاصدون من كل حدب وصوب. هنيئا لكم هذه الولادة يا فكر، وتحياتنا لحضرتك. حياك الله استاذ. الله يبارك بكم، شكرا لاتصالك، حياكم الله. دخلت ويانا للقرعة يا فكر، ونتمنى لك الفوز عزيزي. الله يبارك بكم، تحياتنا كل أهلنا بصلاح الدين. حياك الله، الله يبارك بكم. شكرا لاتصالكم، شكرا لاتصالكم، تحياتي لحضرتك. نعم، اتصال آخر ويانا ماهر من كربلاء. السلام عليكم يا ماهر. حفكم أستاذنا العزيز. يا حياك الله، كل عام وانتم بألف خير، مباركين. الله يحفظكم، متباركين، مواليد أهل البيت. الله يبارك بكم يا عزيز. قناة الإمام الحسين، القناة الراقية. أنت راقي، شكرا. محمد المبدع أخونا العزيز. شكرا على راسي، تسلم يا ماهر. الله يحفظكم، موفقين إن شاء الله. الله يبارك بكم. وكل مكتب الشيرازية ذول التيار السمح، من أسمح التيارات اللي عندنا. الله يبارك بكم. يحفظكم. الله يحفظ السيد صادق. بارك الله فيك. ويحفظ الحاج ناصر الأسدي وولده الطيب محمد ناصر. الله يبارك أبو بيكم. يوسف، ويحفظكم جميعا يا طيبين. ويحفظك يا خادم الإمام الحسين عليه السلام، واللي إلك في كل مناسبة لأهل البيت بصمة. تحياتنا لحضرتك يا ماهر، احنا نفتخر بوجود أمثالك من الخدام المخلصين خصوصا في مدننا الإسلامية. بارك الله بك يا ماهر. الله يحفظكم، الله يخليكم. تحياتنا لكم، تحياتنا لحضرتك العزيز أستاذ محمد. قلوا له ماهر وزني خصك بالتحية والسلام يعني. بارك الله بكم، يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى يعني توصل تحياتكم وسلامكم. وشكرا جزيلا لك يا ماهر. الله يحفظكم، الله يبارك، تحياتي لحضرتك، حياكم الله. الله يحفظكم. شكرا. ومداخلة، نعم، مشاركة بسيطة. نعم تفضل. اللي يقول بيها: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. ما شاء الله، ما شاء الله، أجركم الله. الله يبارك فيكم، يحفظكم، يحفظكم يا عزيزي. ودخلت ويانا للقرعة يا ماهر، ونتمنى لك الفوز. الله يحفظك، تحياتي لحضرتك. احنا الغايه نسمع صوتكم الطيب. والله بارك الله بك، شكرا لك يا ماهر، تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا الاخ ماهر الوزني، خادم الامام الحسين عليه السلام. تحياتنا لحضرتك. الله يخليك، الله يبارك بكم. نعم، اتصال اخر. ابو مصطفى من الديوانيه. السلام عليكم يا ابو مصطفى. عليكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، يصبحكم الله بالخير انتم والكادر والمشاهدين ان شاء الله. الله يبارك هذا بيك. اليوم الجليل هذا الحلو المبارك، الله يبارك فيك، ابو الفضل العباس اخو زينب يحفظك، ساق عطاشا كربلاء يحفظك، زينب المخدر العقيله، عقيله بني هاشم. اي أيوة والله، ابو الفضل العباس ابن البدويه. والنعم الله عليه، والله والنعم منهم ومن البدويه ام البنين. الله يبارك فيك. اي والله نضع حاجاتنا على اعتابه. محمد خلنا نعم. اقول لك شغله. نعم. خلي يسمع المشاهد واي واحد خلي يسمع. نعم تفضل. والله العظيم عندي حاجه ملحه، وبيوم قبل يوم شهادتها بيوم، دعيت الله وهي وتحققت راسا. ما شاء الله، اللهم صل على الله. محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. ملحه محمد. الحاجه كلش ملحه حيل يعني. اللهم يعني انا تعقدت هنا تقريبا بالست اشهر سبعة اشهر والله. يعني شوف أبو مصطفى، شيء بشيء يذكر. أنا بطبعي قليل أنه أطلب حاجاتي من أهل البيت، باعتبار أنه ما أقصدهم إلا للشغلات الكبيرة، فخصوصا أبي الفضل العباس إذا تسمح لي. يعني حقيقة هم فاتحين ذراعاتهم لكل المحبين، كل الموالين، ويلبون النداء، يلبون الاستجارة. لكن يعني علاقتي بأبي الفضل العباس أنه ما أقصده إلا إذا كنت حقيقة عاجز عن المشكلة،
فبمجرد ما أطرق بابه وأطرق باب أم البنين وأجعلهم واسطة بيني وبين الله سبحانه وتعالى تقضى الحاجة. فهنيئا لك يا أبو مصطفى، وهذا عن دليل على إيمانك الراسخ. أخذت مصطفى صار جسمه حب وما يأكل ابني. نعم والله أخذت غبشت في غبشة كان بزمن النظام. نعم. جيت اكو حجي بحلويات مشينه قلت له اريد اخذ واحليه شلون لابو الفضل وجايب ابني لابو الفضل. هاي بزمن النظام كانت والله يشهد الله يا استاذ. نعم صحيح صادق. قال لي هو وزير الحسين ما يخالف روح زوره اول مره. ما شاء الله. خذت انا بعد واحليه ومشينه وخذت بيرق وياي هيك بستر طشيت هيك والله ابني لا ياكل ولا جسمه كله حب مصطفى يشهد الله وهذا اليوم المبارك وهذا الشهر الشريف. صادق صادق والله ولو طولت عليكم. لا بالعكس. ويا ما زرنا وكملنا ورحنا لو عبد الله زرنا ورجينا قعدنا مقابل وفاضل كلش بالضبط. نعم ابني طلب الاكل راح الحال. ما شاء الله اللهم صل على محمد واله. والله لا مجامل ولا نتملق لله ولاهل البيت بس هذا دليل على ايمانكم الراسخ يا ابو مصطفى ويحفظ لك مصطفى والعائلة الكريمة ويزيدكم إيمان إن شاء الله. بس أنا اليوم قعدت الصبح للصلاة أتوضع ولقيت واحد لابس بيرية حمراء وهذا قلت له شنو أنت؟ قال أنا بطل زيت ما تدرون خطر اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. أنا البارحة ذكرتك على مواقع التواصل الاجتماعي يعني شفت أكو في الموضوع حول المواد الغذائية وارتفاع سعر المواد الغذائية، قلت هذه إحدى المطالبات الملحة اللي دائما نطالب بها أبو مصطفى وكل الشعب العراقي. بارك الله بك يا أبو مصطفى وشكرا جزيلا لحضرتك. طبعا يعني من حالة اليأس اللي نمر بها في بعض الأحيان نبدي نسخر من الأشياء، وحقيقة ما عدنا غير الدعاء والتوسل بالله سبحانه وتعالى وأهل بيت الرحمة أنه يرفع عنا هذه الغمة وينظر إلى حال الفقير. اتصال آخر من وين؟ أعرف أم كرار من ديالة. السلام عليكم يا أم كرار. أم كرار وعليكم السلام عيوني. حياكم الله أم كرار مية هلا. رحمة الله على والديك متباركين. إحنا اليوم ولادة الإمام العباس سلام الله عليه وأطلب الشفاء العاجل لكل مريض. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله الإمام العباس يقضي حاجتي إن شاء الله تعالى. حوائجكم مقضية يا أم كرار وحوائج كل المؤمنين إن شاء الله. الله يبارك بكم. يعني هذه الفرص اللي الله سبحانه وتعالى ده ينطينا إياها بهذه المناسبات ونتشارك بالدعاء بعضنا لبعض، هذه بحد ذاتها هي كرامة من الله لنا نحن المحبين الموالين يا أم كرار. الله يبارك بكم. تحياتنا لحضرتك وحوائجك مقضية إن شاء الله. يبارك بكم. نعم أم كرار دخلت ويانا للقرعة مشاهدينا. ويانا فاطمة من بابل. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياك الله يا فاطمة. أسعد الله أيامكم. أسعد الله أيامكم يا فاطمة وكل عام وأنتم بألف خير. أجواء حلوة بكربلاء. الله يبارك بكم يحفظكم إن شاء الله. شكرا لدعواتكم. أنا جاي بالطريق للبيت في السيارة ودقيت عليكم وهذه لكم زيارة الإمام الحسين. ما شاء الله. شكرا لكم يا أخت فاطمة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت ثناك. عليك مني جميعا سلام الله أبنه بقيت وقع الليل والنهار ولا دعنا الله آخر الأهدي مني لدارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شكرا لكم. الله يبارك بكم. شكرا لكم وتوصون بألف سلامة وزيارة مقبولة يا أخت فاطمة. الله يحفظكم إن شاء الله. تحياتنا لحضراتكم. شكرا جزيلا. نعم دخلت ويانا الأخت فاطمة للقرعة. مبروك عليك يا أخت فاطمة. ويانا مهدي من كربلاء. سلام عليكم يا مهدي. حياك الله يا مهدي. ولادة الأقمار المحمدية. بارك الله بكم. نبارك لكم الولادات الميمونة وولادة أبي الفضل العباس عليه السلام يا مهدي. الله يحفظكم يا مهدي. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بألف ألف خير يا عزيزي. ونسأل من الله سبحانه وتعالى تقضى حوائجكم. نعم نسمع تفضل يا مهدي. حضر مشارك. نعم نسمع تفضل. يا عباس مثل ما يصير اثنين ايه ومثل خوتك بعد خوان نلقى منين. الله راسه عرمح وبعده يصيح حسين.
إيه؟ لا أنزل الدنيا ثنيها، لا أنزل والدنيا ثنيها. الله 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 عليك يا مهدي، بارك الله بيك وطيب الله أنفاسك، إن شاء الله حوائجكم مقضية بحق أبي الفضل العباس عليه السلام. نعم، دخل ويانا القرعة، ويانا أبو علي من الدجية. السلام عليكم يا أبو علي. وعليكم السلام، حياك الله، الله يبارك بيك. مبارك لولادة الإمام أبو الفضل العباس. مباركين الولادة يا أبو علي، بارك الله بيك، تحياتنا لحضرتك ولكل أهلنا بالدجيل. نشرف نشرف بيك. الله يبارك بيك عزيزي، تسلم. الله يرحم والديك. يحفظك. شأنك. يبارك بيك. أنا من الحشد. والنعم والنعم والله أبطال. دائما ندعي لكم دعاء خاص، انتوا الابطال، انتوا اللي حقيقه صنتوا الارض والعرض والمقدسات، ومديونين لكم يا حبيبي ابو علي. الله يبارك فيك، يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا لاتصالك يا ابو علي. ما اعرف اذا عندك مشاركه ولا لا. انا ما عندي مشاركه اول مره وياك. بالتوفيق ان شاء الله، شرفتنا ونورتنا باتصالك يا عزيز. شرفتنا يا عزيز، تحياتنا لحضرتك. اكيد اكيد اكيد، ما ننساكم من الدعاء يا حبيبي ابو علي، تحياتنا لحضرتك ولكل الابطال بالحشد الشعبي والقوات الامنيه، بارك الله بجهودهم. ويانا هناء من بغداد، السلام عليكم يا هناء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مية هلا بيكم يا هنا. الله يخليك، احمى الله والديك، نهنئ صاحب العصر والزمان بولادة ابو الفضل العباس عليه السلام، صلوات الله عليه. احسنتم. ونهنئ الأمة الإسلامية بهذا المولد، يا رب يزيد هالأمة من هالأمة بحق محمد وآل محمد. احسنتم، بارك الله بكم يا هناء، وهناكم الله بالإيمان، وزاد زادكم شرفا وتوفيقا في خدمة محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بارك الله بكم، ان شاء الله حوائجكم مقضيه يا هناء، مباركين مره اخرى، وشكرا جزيلا لاتصالكم ومشاركاتكم، تحياتنا لحضرتك. ويانا حيدر نجم من بغداد، السلام عليكم يا حيدر. وعليكم السلام ورحمه الله. يا حياك الله. اهني الامام الحجه المنتظر عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام الكرام والأمة الإسلامية بولادة الأقمار. أحسنتم، بارك الله بكم. وهذا اليوم المبارك ولادة الإمام قمر بني هاشم الإمام العباس عليه السلام، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف ألف خير يا حيدر نجم من بغداد، تحياتنا لحضرتك، وإن شاء الله حوائجكم مقضية يا عزيزي، الله يبارك بك. شكرا لاتصالك يا حيدر. ويانا أم كرار من الكوت، سلام عليكم يا أم كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا أم كرار. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله يا ربي تدر الصحة والعافية على جميع كادر القناة وعلى جميع الشعب العراقي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، بارك الله بكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ثنائك، عدد ما قالها الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسنتم، بارك الله بكم. قلبناكم الزيارة إن شاء الله، ما ننساكم من الزيارة والدعاء يا أم كرار، وبكل تأكيد ندعو ونزور لكم نيابة إن شاء الله وكل المؤمنين إن شاء الله. الله يبارك بكم إن شاء الله، يعني كل طلابنا ناجحين وموفقين في مشوارهم العلمي. آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. صاحب العصر والزمان. آمين يا رب العالمين. أحسنتم، شكرا لاتصالك يا أم كرار وتحياتنا لحضرتك، الله يبارك بكم. ويانا أم حسين من النجف، السلام عليكم يا أم حسين. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حياكم الله، مدينة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، والسلام عليك يا سيدي ومولاي قمر العشيرة هذا الفضل العباس. طبعا أنا أتوجه لكم بالتهنئة للأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بولادة الأئمة الأطهار في هذا الشهر المبارك، وأني طبعا من الأشخاص الذين متمسكين بأبي الفضل العباس عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك. من الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة إن شاء الله بأبي الفضل العباس،
أني من يعني سبب مرض خطير اللي هو الكانسر في الثدي صار عندي. يعني أول ما سمعت أذكر هاي الكرامة من أبي الفضل العباس أريد الناس تسمعها يعني وتعرف إنه يتمسك بهم مستحيل إنه يتركوا ما شاء يعني ثبت آني مجرد إنه طلع صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نفس الوقت طلع الزرع مالتي توجهت نفس الوقت لأبي الفضل العباس واخذت أطفالي اللي قلت له قلت له أبي الفضل وين أوديهم أنا ذولا ما يعني منو إلهم غيري ودبيت همي على أبي الفضل العباس واللي الهم اللي كان بقلبي والله العظيم بلي بالرؤية إجاني شخص يعني شخص شاب على هيئة دكتور يعني التفت لي هيك بالثدي وما تباوع لي بسمد إيده قال لي وينه وينه قال لي يعني أبا الفضل العباس هو أول دكتور كشف علي وأنا مشكورة يعني أتشكر من أبا الفضل العباس وأنا هاي السنة الخامسة الحمد لله والشكر كملت علاجاتي لكن بالأساس هو دكتوري أبا الفضل العباس شكرا لك يا مولاي يا أبا الفضل العباس شكرا لك لحد الآن أني أي ألم أي أحس به ما أتوجه لأبا الفضل العباس كل أهل البيت قانونين إن شاء الله لكن أني متمسكة بأبا الفضل العباس وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني دائما يعني يستجيب لأبا الفضل العباس لأنه ما عندي غير الله وأهل البيت هاي عقيدتي بيهم بارك الله بكم اللهم صل على محمد وآل محمد هنيئا لك هذه العقيدة يا أخت أم حسين وأكيد كرامات أبو الفضل العباس لا تعد ولا تحصى هو قاضي الحوائج بإذن الله سبحانه وتعالى وكراماته واضحة للعيان شكرا لك يا أم حسين لهذه الحادثة اللي رويتيها ودخلت ويانا للقرآن نعم عقيل من كربلاء السلام عليكم يا عقيل عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله عزيزي مية هلا بيكم كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بألف خير يا عقيل الله يبارك بيكم نعم يا عقيل ابن علي عباس عليه السلام أحسنتم إمام المهدي المنتظر عدي الله فرجه أحسنتم يا عقيل مباركين الولادة الميمونة لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من الزوارين لمرقده وممن يطلبون الحوائج تحت ظله إن شاء الله أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه بارك الله بكم يا عقيل شكرا تحياتنا لحضرتك وشكرا لاتصالك دخلت ويانا القرعة يا عقيل ونتمنى لكم الفوز ويانا الأخت أم دانيال من كربلاء السلام عليكم يا أم دانيال صباحكم إن شاء الله كل فرع وسرور مباركين ولادة القمر أحسنتم مباركين ونهنئكم بهذه الولادة يا أم دانيال من كربلاء إن شاء الله دام الله أيامكم فرحا وسرور آمين يا رب العالمين بارك الله بكم يقول لا تقرب يا حزني أرجوك لاله هلال شهر شعبان لاله فرح طه بجنان الله لاله بميلاد القمر وحسين خير الله الله عليك يا ام دانيال بارك الله بكم شكرا لهذه المشاركه الله يبارك بكم اكيد ما ننساكم من الزياره والدعاء يا ام دانيال وشكرا لهذه المشاركه وللاتصال اختنا الكريمه نعم أبو أحمد من الإعمار السلام عليكم يا أبو أحمد السلام عليكم أستاذ الله يعزك يا طيب وعليكم السلام يا خير الله يبارك بيك يا أطيب الأطياب الله يبارك بيك السلام على الحسين شكرا لهذا الإطراء الله يحفظك السلام وأشكر قناتكم الكريمة السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين السلام على عباس ابن البدوية سلام الله عليك يا أبو الفضل عد حاجة ما مقضية أسلم على عباس ابن البدوية عد حاجة أستاذ ما مقضية بشاربك يا أستاذ العزيز الله يبارك أنا عندك من مبر العمارة إليك عندي طفل عمر 10 سنوات لا حول ولا قوة طفل أستاذ عمر 10 سنوات بحاجة على عملية وكفيلك الله وأنا من العمارة ما أملك كل شيء وما أملك بس الراتب لا حول ولا من الله منك ومن شاربك عمليته بالنجف وما عندي اهل مستشفى اهلي ودي اسوي له عمليه لا حول ولا قوه الا بالله واطلب من الله ومن شاربك ومن قناتكم على 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 فراش الموت الله وكيلك هاي التقارير دزت لي استاذ
الله يبارك فيك. ابشار قناه الله يبارك فيك. احنا اليوم اريد تخلصونا من عده. اليوم ولاده ابي الفضل العباس قاضي الحوائج وسمعت انت وعشت كرامات ابي الفضل العباس. نعم. راح نتوجه احنا والساده المشاهدين بقلوب حره لمولانا ابي الفضل العباس بانه شافي وعافي ابنك ان شاء الله وما يحتاج العملية. هم الأطباء يا أخوي العزيز. الله يبارك بعد بك. أنا أجدك أنا من العمارة الله يبارك حاج على عمليته عند مستشفى أهلي. الله يبارك بك. ومن الله ومنك ومن شاربك الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. عليكم أنا أشدكم من العمارة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. المشاهدين وتاخذون رقم استاذ هدوء روحك لانه طفل خلي طفل على فراش الموت. خلي رقمك عند الاخوه بالكنترول وان شاء الله خير. يا الاخوه سيبوا رقمك يا ابو احمد وان شاء الله اني شخصيا اتصل بيك بعد نهايه الحلقه ان شاء الله تعالى. بارك الله بيكم. تحياتنا لك وشفاء لابنك يا ابو احمد من العماره. نعم. السيد زيد الشمري من سوق الشيوخ. سلام عليكم سيدنا. سلام عليكم مولاي ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بكم يحفظكم سيدنا الغالي. يعني من سوق الشيوخ. إن شاء الله في هذه الولادة المباركة إن شاء الله موفقين إن شاء الله في هذه القناة المباركة إن شاء الله. يحفظك ويديمك ويبارك بك يا سيدنا الغالي ومباركين هذه الولادة. شيخ زيد الشمري وليس سيف زيد. حياك الله. منقول أقول يعني ولو هم شمر بيهم أحد الأفخاذ سادة أعتقد لو ما بيهم شيخ زيد الشمري. أنا سابقا الشيخ أحسنت الشيخ زيد الشمري. حياك الله شيخنا الغالي. مية هلا بيك. أنا أتشارك جزاك الله خير. نعم تفضل نسمع تفضل. عن الحسنة بسلام الله عليها تقلهن ارجع. يعني لابو الفضل العباس عليه السلام قل له ارجع ما يريدن ماي قامن بالخيم يبكن. الله. ارجع ما يريدن ماي قامن بالخيم يبكن. سالم ترد يا عباس سالم ترد يا عباس لو شافنك يسكتن يخافن بعد ما ترجع يخافن بعد ما ترجع غرايب عقبك يظلن. ايه. اخوهن والاخو ينراد من تروح ما يرضن. خواتك تدري بيهن زين من تتعطل يعتبن. حقهن يا قمر هاشم وين تعوفهن او علمن. يا سيدي يا مولاي ابو الفضل عباس اجن من المدينة وياك شاو يا من يردن. انت الماي يا عباس والله يشوفنك يروان. سمعت زين ابو رقبت ويمها العائله التمن. قالت ياه ارادت ماي ياه العشت من عدشن الله الله عليك ان شاء الله. بارك الله بك. شكرا لهذه الابيات. احسنت يا حق ابي الفضل عباس عليه السلام. احسنت شكرا لهذه الانفاس يا شيخنا وتحياتنا لحضرتك ولكل اهلنا بسوق الشيوخ الابطال الكرام. الله يحفظكم إن شاء الله خدام الإمام الحسين عليه السلام. نعم اتصال آخر. نعم طبعا الاتصالات تنهال على الأخوة بالكنترول وهذا الشيء يسعدنا حقيقة باعتبار من وياي علاء الكاظمي من بابل. السلام عليكم يا علاء. حياكم الله يا مية هلا. متباركين ان شاء الله بالمولد الطاهر. حياك الله علاء الكاظمي من بابل وتحياتنا لحضرتك. مباركين. يقول اصوات الحرب قرعه طبلها. ايه بين عباس بالحومه طبلها. احسنت. بس هو نوصف سيفه طبلها يداول ملتزم بافعاله وياه. احسنت. طيب الله انفاسك ما شاء الله. متباركين ان شاء الله. مباركين ولاده قمر العشيرة. قمر العشيرة كاف الزينة ابن البدوية. والنعم الحاجات. والنعم طبعا بالمناسبة صار تقريبا بالثلاث ساعة يدق عليكم قوة حصلتكم. الله يبارك بكم. شرف إنه الله يحفظك. الله يحفظك. للفكاهة على الموضوع اللي ذكره أخوي قبل شوية على زيت. نعم من ساعة واحد ناس بلي أبو مصطفى من الديوانية بلي
ضحكت يقول قدمت على مرض طلبوا المقدم 50 بطل ما شاء الله ما شاء فعلا يعني هسه المبلغ مالتهن يساوي مهر للخاطب يعني فعلا احسنت الحمد لله بارك الله بيك شكرا شكرا لكم عزيزي علاء الكاظمي من بابل ونسأل من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذه الغمه يا عزيزي وشر البليه ما يضحك دائما هذا المثل ينطبق علينا احنا العراقيين نعم ويانا محمود من الديوانيه السلام عليكم يا محمود ناصيه من الديوانيه من ويانا محمود من الناصيه من الناصرية حياك الله يا محمود النباك السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة والإكرام السلام على أبي الفضل العباس نهنئكم ببلاد الإمام العباس عليه السلام قمة العشيرة ولادة شعبانية الله يبارك بكم مباركين يا أخونا محمود من الناصرية ولادة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ونسأل من الله سبحانه وتعالى قضاء حوائجكم يا عزيزي الله يحفظكم تحياتنا لحضرتك وإن شاء الله ما ننساكم من الزيارة والدعاء ودخلت ويانا للقرعة يا محمود نعم اتصال آخر نعم طبعا يعذرونا بعض المتصلين لزخم الاتصالات فيحاول أنه يتصل لكن ما يحصلنا أم سرمد من كربلاء السلام عليكم يا أم سرمد وعليكم السلام قوي حياكم الله أختنا الكريمة مية هلا بيكم الله يسلمك خويا الله يحفظكم مباركين ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام عليكم وعلينا الله يسلمك خويا يحفظكم يبارك بكم عندكم مشاركة عندكم حاجة طلبوها من أبي الفضل العباس اليوم أي والله فسحة وهبة من الله آمين يا رب العالمين اللهم يرزقكم الذرية الصالحة يا أختنا وكل المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله أي والله رحم الله والديك الله يبارك بكم تحياتنا لحضرتكم و مباركين مرة أخرى الله يبارك بكم نعم ويانا أمير من الحلة حياك الله يا أمير حياك الله أستاذ رحم الله والديك بارك الله بيك ويحفظك إن شاء الله يا أمير مباركين ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين السلام على أخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة السلام على أولاد الحسين السلام على أنصار الحسين السلام على الصفة المعصومين من ولد الحسين سنت. اللهم بحق هذا اليوم وهو أشرقت وأنورت الدنيا والملائكة والسماوات والأرض هذا المولود قمر العشيرة أبا الفضل العباس يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أروي لك خبر ثاني وخذ معناه أبو فاضل كان يدور جبنا مشا سمع زينب تريد الماي تترجع ولزنبيدة وجدح والماي جابه وياه ما شاء الله ما شاء الله 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 عليك يا أبو فاضل عباس الله الله عليك يا قمر العشيرة إلهي بكرامة العباس آمين يا رب العالمين إلهي بمنزلة العباس إلهي بموقف العباس للحسين آمين يا الله أن الشافي وتعافي كل مريض بالخصوص هذا الرجل اللي عنده ابنه يسوي عملية باكر اللهم صل على محمد وآل محمد بارك الله الرضيع بارك الله بك بارك الله الرضيع الله يتمسكم الزيارة والله يحفظك والله يوفقكم الله يبارك بكم يحفظكم شكرا لهذه الدعوات الصادقة وهذه حالة الإيثار اللي عندكم يا أمير أنه تدعون بحرقة لأخوانكم المؤمنين شكرا لكم على هذه الأنفاس بارك الله بكم يا أمير وتحياتنا لحضرتك نعم مشاهدينا حقيقة يعني ولاء ومحبة صادقة تدمع لها العين بارك الله بكم من ويانا فاطمة من بغداد السلام عليكم يا فاطمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا فاطمة الأمة الإسلامية والإمام صاحب العصر والزمان ولادة الإمام العباس عليه السلام نبارك لكم الولادة العطرة لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه يا فاطمة من بغداد بارك الله فيكم نعم يلا نسمع فاطمة الله
يا صاحب مولد العباس بهل أطر من جنة الفردوس بهل رابع يوم من شعبان بهل ومحاك سود وحمية ما شاء الله طيب الله عرفاس عليك عباس أسد هاشم وسط القوم عباس معلوم الذي سماك عباس أسد وانت الشبل بالغابري أي والله والنعم والنعم بارك الله بكم طيب الله أنفاسكم يا فاطمة شكرا لهذه المشاركة الجميلة أحسنتم نعم دخلت ويانا القرعة يا فاطمة إلهام من البصرة السلام عليكم يا إلهام وعليكم السلام حياكم الله يا إلهام مباركين ولادة أمير المؤمنين عليه السلام حياكم الله جميعا يسعد الله أيامنا وأيامكم وبلادة أبي الفضل العباس عليه السلام أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير يا إلهام كل عام وأنتم بخير الجميع إن شاء الله جميع الكادر والأخوة المصورين مهندسين الصوتيات جميع الإعلام القراط إمام الحسين يحفظكم آمين رب العالمين آمين يا رب العالمين بارك الله بكم يا إلهام وتحياتنا لحضرتك كل عام وأنت بألف خير شكرا لاتصالك يا إلهام نعم مشاهدينا ما زالت ما زلنا نستقبل الاتصالات ويانا اتصال من ابو عباس من صلاح الدين حياك الله يا ابو عباس السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه والاكرام يا ابو عباس كل عام وانت بخير وانت بخير نعم علي سامي ولا المحمديه معني مراجعه ومرحبا على السلام احسنتم بارك الله بكم السلام عليكم السلام عليكم نور حسين السلام عليكم نور بصري السلام السلام عليكم السلام السلام عليكم نور سجل السلام السلام عليكم حجره قلنا شريف صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كل عام وانت بالف خير يا ابو عباس السلام عليكم السلام عليكم ابو الكوني ونور العيني وامام التقرير نور حسين السلام السلام عليكم وصدع بس السلام السلام عليكم يا كبير عليه السلام بارك الله بك طيب الله أنفاسك وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا أبو عباس ومباركين مرة أخرى تحياتنا لحضرتك الله يبارك بكم آلاء كريم من البصرة من البصرة مسوي عملية وردتم تدعو لي يا الله الشفاء العاجل يا أختنا الكريمة آلاء من البصرة بارك الله بكم الشفاء العاجل بحق قاضي الحوائج بإذن الله أبي الفضل العباس عندي سكر وعندي ضغط وكلهم عندي إن شاء الله بالشفاء يا أختنا وأيضا عفوا كل من يشاهدنا يدعو لكم بحق أبي الفضل العباس وبحق أم البنين الله يبارك بكم يحفظكم إن شاء الله تحياتنا لحضرتك يا أخت آلاء من البصرة وتحياتنا لكل أهلنا بالبصرة الفيحاء الله يبارك بكم نعم اتصال آخر انقضى على الاتصال نعم طبعا شكرا لهذه هذا التعايش وهذا الحماس يعني حقيقة عفوا الغاية من فتح الاتصالات أمامكم حتى نعيش الفرحة سوا باعتبارنا أسرة واحدة في برنامج نوافذ الحياة وشكرا لهذا التفاعل من ويانا حسين من كربلاء سلام عليكم يا حسين عليكم السلام يا حياك الله أبو علي كل عام هلا. وانتم بخير كل عام وانت بألف خير مباركين ولادة أبي الفضل العباس حسين بارك الله بك شنو أمنياتك عندك مشاركة يا حسين أمنياتك بهذا اليوم توفيق ونجاح يا الله يا الله انت يا مرحلة يا مرحلة يا مرحلة يا حسين حسين يا مرحلة انت ثالث متوسط نعم ان شاء الله النجاح والموفقية والسداد وعلو المراتب يا حسين بارك الله بك شكرا لك الاخت رحمة من ديالة السلام عليكم يا رحمة وعليكم السلام هاينا أخوي العزيز المتباركين بهذه المناسبة السعيدة المليئة بالأفراح والتهاني السلام على أبو الفضل العباس السلام على كفيل زينب ومشكورين على هاي القناة الجميلة ورب يحفظك ويستر عليك ونسألكم الدعاء بارك الله بكم وتحياتنا لحضراتكم ولدعواتكم ومشاركتكم أيضا يا رحمة الله يحفظكم عندكم مشاركة يا رحمة نعم انقطع الاتصال ويا رحمة
تحياتنا لحضرتك ودخلتي ويانا للقرعة أختنا الكريمة. ويانا أمل فاضل من بغداد. السلام عليكم يا أمل. حبيب قلبي. نعم يا أمل. عليكم نهنيكم بكولاد أفضل عباس عليه السلام. نبارك لكم. الله يراويكم مكروه. الله يبارك فيكم. خلتك الزيارة والدعاء. العلاج بيأذي وعيش تعبانة. طريفاتي وعطيتي. الله يبارك بكم. إن شاء الله الصحة والسلامة يا أمل. الصحة والسلامة والشفاء العاجل إن شاء الله. الله يبارك بكم. الله يحفظكم. بارك الله بيك. إن شاء الله أخوك بالجنة. الله يبارك بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله لا يراويكم مكروه. الله يحفظكم. اليوم فرحة يا أخت أمل. وإن شاء الله كل من يشاهدنا الآن يدعو لك بظهر الغيب بالصحة والسلامة والشفاء العاجل يا أختنا أمل فاضل من بغداد. تحياتنا لحضرتك. ويانا أحمد من البصرة. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أحمد من بابل صحيح؟ نعم البصرة. من البصرة. مية هلا بيك يا أحمد. أخوي أنا شوية ما قدر أحكي دفتح بالأمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا تجهد نفسك. نعم. إيه فأذبني أخوي. الله يبارك بك. لا تجد نفسك بالكلام. وإن شاء الله ندعو لك أبا الفضل العباس أم البنين. نطلب حوائجنا منهم باعتبارهم الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بالشفاء لك يا أحمد من البصرة. وإن شاء الله الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد. الله يبارك بكم. شكرا جزيلا لك يا أحمد وتحياتنا لحضرتك. ويانا أحمد من بغداد. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم حبيبي متباركين لكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا أحمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أحسنتم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام على أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. مباركين يا أحمد الولادة العطرة لأبي الفضل العباس عليه السلام. الله يحفظكم. أحكي الأخ المقدم. نعم تفضل المقدم وياك الآن. تفضل. حياكم تفضل. الله. تفضل تعال الهواء مباشرة. السلام. نعم القمر عباس وعباس القمر منه. هو الطيب والعنبر وهو المسج والحنة. لو أن تشوف أبو فاضل فن الوصل والدنة. الله معقودة والطيب شكل. ما شاء الله ما شاء الله. تحياتنا إليك يا أحمد ولكل سادة المشاهدين. طبعا ما بقى لنا وقت مشاهدينا. شكرا لاتصالاتكم. وما شاء الله أوراق كثيرة. وهذه طبعا طفرة من الدورة. خلينا نشوف منه راح يفوز ويانا بالقرعة اليومية. أمير من الحلة أول فائز ويانا. طبعا راح نجري ثلاث قرعات. أمير من الحلة فاز ويانا. وأيضا الاسم الآخر ويانا اللي هو راح يكون ماهر من كربلاء الفائز الثاني. حياك الله يا ماهر. وأيضا الاسم الثالث والأخير هو أبو عباس من صلاح الدين. مبروك عليك. هاي ثلاث أسماء فازوا ويانا بالقرعة اليومية. حتى يعني إن شاء الله راح يدخل اسمكم لو يوم الأربعاء يوم غد لو يوم السبت إن شاء الله القادم حتى نجري القرعة الأسبوعية. مشاهدينا إلى هنا وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ الحياة. حتى ألقاكم في حلقة أخرى. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.